ومرحبا بكم في الاسبوع من صباحيات دوزام اللي غادي نفتتحوه ان شاء الله اليوم مع الضيفه ديالنا هي لاله ياسمين جوري اللي غادي تكلم لنا على شروط ومعايير النوم الصحي والجيد الكل بمنتجات 100% مغربيه. معنا كذلك اليوم الدكتوره لبنى بوحولي فقره بيني وبينك اللي غادي نخصوها كامله لمرض الفوبيا. واخيرا حاضره معنا ليلى حديوي اللي غادي تخصص فقره الموضه للمجوهرات وضيفتها لاله لمياء بالمليح. الكل بعد فقرات القانون والبروفيسور محمد جمال معتوق. مرحبا بكم معنا صباحية دوزام. دائما في محورنا حول العقار. بروفيسور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موضوعنا هو مسطرة التعرض. تكلمنا سابقا على مسطرة التحفيظ. شفنا كيفاش التحفيظ كيوفر الحماية اللازمة للعقار وكيطهره من كل الشوائب والنزاعات المحتملة. توقفنا عند واحد النقطة مهمة جدا وهي التعرض على مطلب التحفيظ. بغينا نتعرفوا كيفاش تيتم هذا التعرض، واش أي واحد يمكن ليه يتعرض، وكيفاش تيتعرض. هذا الموضوع ديال التعرض مهم جدا، لانه الا فاتك واحد هذا الاجل وباش درتي التعرض ما يمكنلكش تعرض مازال لا أخرى. يمكن العقار ديالك اللي هو ديالك يمشي لك. علاش؟ حيت كاين اثر تطهير، يعني ما يمكنلكش تنازع في الرسم العقاري الا مشى تخرج. الا قال لك فلان المحافظ خرجوا الرسم ديالو، رجع عندك الارض ولا داك العقار ديالو، انتهى الامر بالنسبه لك. وهي راه ديالك في الواقع، وعندك راقد، وعندك الاصل، وعندك الشهود، وعندك جميع ما يفيد ان هذا العقار ديالك، جدك وباك وانت ديالك، ولكن خرج رسم عقاري انتهى الامر. هذه هي علاش الاهميه ديال الاجل ديال التعرض، خصنا نتعرضوا فيه قبل ما يخرج الرسم. يعني بالعربيه غادي نقول لك بالشعبيه، الا مشى خرج الرسم وداز الاجل ديال التعرض داز فيك تران. وهذاك هذه هي العباره، مشات على عينك ضبابه والعجاجه. المهم مشى لك حقك. فلهذا هذا الاجل ديال التعرض مهم جدا، واللي هو غادي نشرح. ملي كيتقدم واحد الشخص عنده كيدعي انه عنده ملكيه ديال واحد العقار ديالو، طبعا ملي كنقول عقار كنذكر بانه العقار هو ما لا يمكن نقله بسهوله بسلاسه، حيث هناك اشياء يمكن نقلها بصعوبه. الشجره فاش تدخل هي عقار. عقار اذا كانت في الارض ثابته، اما اذا كانت حتى الفاكهه اذا كانت في الشجره هي عقار. سبحان الله. غير كتنزل في الصندوق كترجع منقول. إذن وهي في الشجره لها نظام قانوني ينظمها، وهي في الصندوق لها نظام قانون اخر للمنقولات. إذن هذا العقار هذا اللي هي دار، اللي هي ارض فلاحيه، اللي هي ضيعه الى اخره، كيتقدم صاحب هذه الارض بغيت قال لك انا ما بغيتش ما غنبقى ارض كيف تيقولوا سيفيل. ما معنى سيفيل؟ زعما ارض مدنيه تخضع سيفيل، يعني سيفيل ارض سيفيل. حيت دابا باش نتكلم هكا باش المصطلحات عندنا فرنسيه تيفهموني وتيفهموا شنو بغيت نقول لهم. الاستعمار للاسف تيقول لك انا بغيت نتهنى على العقار ديالي، ما بغيتش نبقى هكا. اذا شنو كيدير؟ كيتقدم مطلب ديال التحفيظ للمحافظ. هذا المطلب ديال التحفيظ هو كيتقدم للمحافظ تيقول له الله يخليك بغيت نحفظ العقار ديالي، تيقول له واخا، جيب الوثائق اللي كتثبت هاد العقار بالملكيه ديالك، جيب البطاقه الوطنيه، غادي تادي الواجب، عمر هذا المطبوع، هاك هاك واحد التوصيل بانك اديتي، وها الرقم ديال مطلب التحفيظ ديالك. القانون اش تيقول؟ القانون تيكلمنا على واحد الاجل ديال التعرض، اذا والواقع عندنا امور اخرى كنديروها في الواقع. فقانونا اشنو كيدير المحافظ؟ ملي كيتوصل بذاك المطلب عنده في اجل 10 ايام من النهار اللي توصل المطلب خصو يدير واحد الملخص ديال هذا العقار الذي يراد تحفيظه. ملخص كيفاش زعما؟ ملخص ديال هذه الارض، فين كاينه؟ فين دوار؟ تبع اين جماعه؟ شكون اللي كيدعي بانه عنده مطلب تحفيظ؟ شنو هي الحدود ديالها؟ واش هي طبيعيه؟ واش هي كديه؟ حداها واد، حداها جبل، حداها فيها شجر مغروسه الى اخره. تيدير واحد الاعلان كينشرو في المحافظه، كيصيفطوا لرئيس المحكمه كينشرو في الحيوط الجدران ديال المحكمه، قصد الجدران يعني كاين واحد الجدار خاص بالاعلانات، ثم رئيس السلطه المحليه يعني القياده، ثم رئيس المجلس البلدي او رئيس الجامعه. تنقول لهم الله يخليكم انتم كلكم نشروا هذا الاعلان، راني غادي شو دابا شنو نقصد هذا الشيء؟ الاشهار فلان راه تيحفظ، يعني بالبراح ديالنا زمان حيت كان براح كيدوز السواق، يا عباد الله سمعوا مني اللي يفيدكم، راه الحاج بوعزه ولد الحاج بالبشير
راه نوا باش يتقدم مطلب التحفيظ باش يحفظ العقار ديالو، تيبغيو الناس يسمعوا ايلي غيحفظ حتى الارض ياك ماشي ديالو، ياك حتى ديال ولد خوه توا كلام كيبداو الهضره باش حنا كيبنوا التعارض. شرينا من هذا البراح رجعنا كنصيفطوا لهاد الناس ديال الجماعه، علاش نهضر لك بهذه اللغه هذه؟ حيت عقارات غالب اغلبيه تنتكلم على الفلاحيه، يعني يكونوا الناس في الباديه بساط يتكلموا هكا في السوق تيهضروا. دابا ما كاينش البراح، كاين هذيك ماشي تنقيس، لا حاشا حاشا ولله، طبعا حنا تنفتخروا بكل اللهجات ديالنا. اذا دابا كنصيفط هذا البراح، كاين هذيك الاشهار مزيان، هذاك الاشهار كيبقى مشهور يعني معلن عنه منشور، وكنعلنوا ايضا على التاريخ اللي غادي يخرج فيه المهندس المساح التوبوغرافي اللي هو مقيد في هيئه المساحين المهندسين المساحين التوبوغرافيين. شنو المساح التوبوغرافي؟ سي لاركيتكت ولا لانجينيور توبوغراف، توبوغراف دو كاداستر. هذا المساح التوبوغرافي المهندس المساح التوبوغرافي تيقول غادي نخرج نهار فلان فلاني، اذا نهار فلان فلاني تيخرج، اذا كيمشي وكاين محافظ كيعلم جميع الاشخاص اللي يكونوا معنيين بداك العقار اللي عندهم حقوق عينيه، كيعلمهم هو نفسه بنفسه، كيعلمهم برسائل من غير هذاك الاذن المنشور، خصكم تكونوا النهار فلان فلاني في عين المكان، والمعني بالامر الاساسي هو طالب التحفيظ خصو يكون في المحل النهار اللي غيخرج المهندس، خصو يكون في عين المكان، والا ما كانش المهندس ما غايديرش العمليه ديال التحديد ديالو. اذا ما كيتجمعوا هاد الناس كلهم، كيخرج المهندس بالاجهزه ديالو مع تقنيين، كانت شي مقاومه وغالبا كتكون في الباديه بعض المقاومه، كيخرجوا الناس بالعصيه وهذه ارضي والله لا قرب لا شي واحد، تيمكن المحافظ يلتجا لتسخير القوى العموميه، كيطلب ان الدرك الملكي يخرج معاه لعين المكان باش يؤمنوا له عمليه رفع العلامات وتحديد العقار موضوع مطلب التحفيظ. اذا كنديروا هذا المحضر في النهار اللي كيكون كيدير المحضر وفي عين المكان، تيمكن اشخاص يتقدموا بتعرضات، وفاش يتعرضوا غادي يحبسوا هذيك العمليه ولا لا؟ تعرضات يعني كتسجل، كتسجل يا يعني اما التعرض يكون شفوي او يكون كتابي. فشفوي انت كتعرفي واحد السيد في الباديه ما تعرفش يكتب، تيجي تقول له هذه الارض راه جدي اش كتحفظ؟ لمن هذا؟ شكون اللي قال هذا فلان؟ اه هذه الارض راه ديالي، ولا تيقول له هذه الحدود لا لا هذه الحدود غلطه، ها فين الحدود؟ اجي تشوف الكوديه فين كاين، اجي تشوف البرنيه فين كاينه، اجي تشوف الشجره، شي واحد الفرنانه راه تما الحدود ديال الارضي، هذا ما عندوش فين يدخل لنا، ما يدخلش الارضي. اش كيدير ذاك المهندس؟ كيقيد هذا التعرض، كيتسمى تعرض شفوي، راه البطاقه الوطنيه كيقيد التعرض ديالو. اذا ملي كينجز ذاك المحضر كيديه للمحافظه، المحافظ كيدير عاوتاني نشر ملخص ديال هذه العمليه ديال التحديد وانتهائها، تيقول انتهينا هنا قانونيا كيبدا اجل التعرض اللي هو 60 يوم من تاريخ النشر ديال هذه العمليه ديال انهاء عمليه او انتهاء عمليه التحديد، 60 يوم من تاريخ عمليه من تاريخ النشر كتبدا 60 يوم. ها الارض ها هي لانه باش حددناها شمالا جنوبا لحدا الواد حدا السكك الحديديه حدا الطريق السيار اللي في الساكن هنايا بوعزه وهنا السي محمد العبر العربي وهنا حددناها عرفنا الارض. هنا كيبداو التعرضات، هنا اللي غيتقدم غيتقدم تعرض كتابي، غيمشي لعند المحافظه يقولوا الله يجازيك بخير واحد الارض مطلب التحفيظ ها الرقم ديالها، هذه راه ارضي. هنا كنفرقوا بثلاثه ديال التعرضات تقريبا. التعرض الاول هو كلي، هذه الملكيه ماشي ديال هذا السيد، راه ديالي الارض، هذه الارض ديال جدي وانا بلغوني كنت انا في امريكا وانت ما عندكش ملكيه قبل الطياره وجيت كنجري، لا انا غندير دابا بالوثائق، لازم ندير الوثائق اللي عندي، يعني عندي وثائق عدليه اللي عندي مثلا الملكيه اللي تكلمت عليها الملكيه صحيح. اذا ماشي هذا السيد اللي كيحفظ النينجا، هذا السيد هذا جاب شهاده استمرار وجاب شهاده اداريه وقال هذه ارضه، انا راه هذه الملكيه ديالي باش جدي وجد جدي وانتم باغيين تحفظوا. واخا سيدي تقدم بمطلب التعرض ديالك، ادي الواجبات كيأدي واحد 150 درهم او 650 درهم على حسب طبيعه التعرض، ثم تعرض ثاني هذا تعرض كلي، ثم تعرض ثاني جزئي، تيقول له شتي الحدود؟ لا راه دخل لي متر خدالي في الارض ديالي ومتر على الطول، راه الارض عنده فيها الطول 250 متر، اذا متر على 250 راه داني 250 متر، اسمح لي، لا ماشي ديال الحدود، هذا تعرض جزئي، او عندي حق من الحقوق العينيه كندعي هذا انا كندوز مع الطريق، اذا مشيتي حفظتي قطعتي لي ندوز في الطريق، اذا خصني الحق العيني ديالي الحق الحق باش ندوز خصني تا هو يتقيد، انا كندير تعرض على حق الارتفاق ديالي لو دغوا دو سيرفيتود بالفرنسيه دغوا دو باساج كندوز خصني هذا الحق يتقيد لي
لين انا مشيت قطعتي لي الارض ما عنديش كيفاش ندخل الارض صافي يعني. خرج تران تران داز فيك مشى ارضك الرسم وممكن ممكن هاد القضيه طبعا لان هذا حق ما ياخذوهاش في عين الاعتبار المحافظ زعما منطقيا باش ياخذ عين الاعتبار مني خصني انا نعبر على الحق ديالي انا واحد الحاجه اللي مديرونجاني في هذا الشيء كامل هذيك 60 يوم وكاين فيها الاعلان يعني انا خصني كل مره نمشي نبدا نتنقل المحافظه باش نشوف مازال البراح فاش كان البراح غادي نتلاقى معاه وغادي يقولها ليا هذيك اللي معلنه فحال هكاك خصني دائما ما كاينش في الجورنال ما كاينش في لا في الجريده الرسميه كاينه في الجريده الرسميه ولكن الجريده ما تيكتشري الجريده الرسميه خلاص دابا خلاص دابا في الوقت شنو خلاص دابا زعما قبل كنتي كتشريها وكنا تنشريو الجرائد دائما انت كنتي الجريده الرسميه لا ماشي جريده رسميه الحق خاصني نقول لكم الجريده الرسميه باش تعرفنا الجرائد الوطنيه لا تماما تماما اذا هاد الاشهار درناه داز 60 يوم تقفل اجل التعرض جبتيني بنتي تشري زعما كتقولي زعما حد قال الدرجه اذا داز الاجل كيفاش اذا صافي غادي يخرج الرسم العقاري المحافظ خصو يحسم ما كملتلكش التعرض شتي تنقول لك ما تبقيش تسوليني خليني تنكمل هو السؤال ديالي ما كانش محلو التعرض الكلي على ملكيه كلها تعرض جزئي على جزء من العقار والثالث او تعرض على انه الولوجيه لا لا هذاك حق من الحقوق العينيه مثلا انا وياك ولا ثلاثه بينا الخوت مات بانا والعقد ديالنا ما محفظش انا وياك انت في هولندا وانا في امريكا واحد خونا جالس هنا نضك خونا بغى يحفظ الارض كلها في سميتو اذا لا حفظ في سميتو شكون دات فينا لو ترا مزيان اذا خصني نتعرض باش غادي نتعرض شنو نقول له لا الشريف انا راني عندي حقوق مشاعه مع هذا السيد راه وارثين او انا شريك معاه راه عندي حقي حقي مشاع فين هو حقي ما عارفوش راه عندي في قلب العقار كتعرف شنو الشياع عارفه اذا تنقول انا عندي حق مشاع كندير تعرض اذا هادو هما ثلاثه الانواع ديال التعرضات اذا هاد التعرضات يا اما غنلقاو لهم حل حبي والمحافظ يمكن له يتدخل في الحل الحبي اجي نتصفاو نديروا الصلح يا اما هذا غيتنازل يا اما هذا يقبل التعرض الاخر او صاحب التعرض يتنازل بين قوسين كاين اشخاص يمتهنون التعرض ليس لهم شيء يفعلونه في هذه الحياه الا التعرض ولكن من غيجيبوا هذوك الوثائق باش يثبتوا كيقضيو باش ما كيحيد التعرض تنديروا شفوي في الاول وحتى التكذيب بما قبل انت عندك مستثمر انت خذ واخد 300 هكتار بغيتي تحفظها بغيتي تبدا المشروع ديالك الماكينات ديالك الاجهزه كلشي خدام غادي تبدا في المشروع خصك التحفيظ كيجي هذا كيدير لك تعرض كيبدا يبيع ويشري فيك اعطيني 50 مليون نتنازل لك يا لطيف اعطيني 60 مليون نتنازل لك كاين اللي كيمتهنوا هذا وهذا الشيء هذا تيخصها تكون واحد الصرامه خص نخلقوا شرطه خاصه بالمحافظه شرطه ديال المحافظه خاصه بهذا الشيء هذا باش توقف هاد التعسفات مع العلم انه المشرع حاول اصدار هذه المساله هذه وكيعاقب هذاك اللي كيدير التعرض التعسفي بانه يؤدي واحد الغرامه ديال 10% من قيمه العقار اذا كان تعرضه متعسفا بغض النظر على الضرر اللي يمكن يسبب مثلا ذاك المستثمر اللي كان طالب ديال التحفيظ ثلاثه ديال التعرضات تكلمنا عليهم واضحين درنا الصلح مزيان ما درناش الصلح ما تفاهمناش اشنو غيدير المحافظ كيقبض داك الملف كله المحكمة وكيصيفطو للمحكمة واضح إذ المحكمة ديك الساعات كلها يجري بطواله أنت عندك وثائق أنا صاحب مطلب التحفيظ ها الوثائق مول ديالي مول وثائق الصحاح هو اللي غادي هو اللي غادي ساعات القاضي راه يمكن يخرج لعين المكان ويدير معاينة بعين في عين المكان ويخرج معاه المهندسين والتقنيين وجميع الأشخاص اللي ممكن يحتاجهم باش يعاونوا باش يكون فكرة دقيقة على العقار ويحسب واش الأرض ديال هذا ولا الأرض ديال هذا وكيستعن بالجيران وبالشهادة وبالناس اللي قدام والناس اللي شافين والناس اللي شاهدين هذاك الشيء كله باش يمكن له يكون قناعة بأن هذا صاحب التعرض راه هناك صحة التعرض أو تعرض باطن وكيحكم يا اما صحه التعرض او وهنا طبعا كاين المحكمه الابتدائيه كاين محكمه الاستئناف كاين محكمه النقد الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه لا كنظن كاين شي نقطه نسيتها في التعرض انواع ديال التعرض كيفاش تنتعرضوا بشفوي ولا بكتابي وشنو شنو والاجل تكلمت فوقاش اجل قلنا كيبدا ملي كننشر في الجريده الرسميه على 60 يوم 60 يوم من تاريخ النشر ابتداء من انتهاء عمليه التحديد ولكن في الواقع راه من النهار اللي كيتقدم شي واحد مطلب تحفيظ مع هذيك ال 10 ايام الاولى اللي خاصو يدير فيها ماشي غير 10 ايام عندك ال 10 ايام زائد 60 يوم ديال الاعلان ديال الملخص اللي درنا في الاول باش كنعلنوا عباد الله بان سيكون يوم كذا يوم التحديد بالاضافه ل 60 يوم الثانيه اللي كندير في الجريده الرسميه هي 60 في 60 هي 120 ولا 10 هي 130 وممكن ايام اخرى كل هذه داخله يمكن لي نقبل
فيها تعرض، اي شخص ساق الخبر تيمكن له يمشي مباشره للمحافظه ويدير التعرض ديالو. باقي عندي مشكل انا في هذيك اللي يسيق الخبر. اجل استثنائي هو ان المحافظ اعطاه القانون صلاحيه وسلطه مهمه جدا، هو انه يقبل تعرض خارج اجل التعرض. اذا شاف انك كانت عندك قوه قاهره او ظروف استثنائيه منعاتك انك تعرضي في الاجل القانوني. طبعا باقي العقار ما متحفظش. لا مازال. مازال. اذا تحفظ شنو؟ صافي مشى على عينك عجاجه. وحقوقك مالها؟ تضمت. ضاعت. اذا هذا التعرض هذه هي الاهميه ديالو. ردوا بالكم، حلوا ودنيكم، اللي عندكم عقارات غير محفظه تبعوا اشنو كاين في المحكمه راه كينشروا. تبعوا في الجماعه راه كينشروا. تبعوا عند القايد راه تينشروا. وحلوا ودنيكم مزيان وسمعوا شنو كيدور. هادشي باش دابا في الباديه غير كيشوفوا شي يكون واحد غادي للسوق هز الكفيفه ديالو في الباديه وغادي يمشي يتقضى ولا عنده شي حاجه يقوم بها مهمه، حدو يشوف السياره ديال المحافظه داخله في الطريق يجبدوا داكشي تيوقف. خلى داكشي اللي عنده اشنو كاين خصو يوقف اشنو، لان كيف قلتي انت خصو يصير الخبر شنو هو والا غادي يفوتوا. هما راهم واعيين بان اجل التعرض اللي كيبقاو فيا هما المدينيين. مدينيين ما فاهمينش هادشي بحال الناس ديال الباديه، الناس الباديه فايقين حيت داس على جارو داس على هذا في الدوار حتى راه مشات له الارض علاش كيفاش تدوز فايق. اما هذا ديال المدينه تدوز. اخر نقطه الا سمحتي لي حيت هادشي راه مهم غنخرجوا من التعرض وما نعاودوش نرجعوا له غادي تدوز فينا. هو ملي كنتي تشري مع عند شي عقار مع عند شي واحد اللي نفرض في المدينه شريتي شقه وما عندكش الفلوس باش تحفظ وتتقول دابا انا شريت وراه مشيت عند الموثق الحقوق ديالي راه مضمونه، راه الموثق اللي دار لي العقد ولا العدول اللي دار لي العقد ولا محامي مقبول لدى محكمه النقل اللي دار لي العقد. صافي خلص مشيت مصلحه التسجيل خلاص الواجبات ديالي ولكن التحفيظ راه ما عنديش باش نحفظ طلبوا لي 3 مليون بزاف عليا، ارضي راني فيها ولا داري راني فيها شاد عليا رحيلي درتو خطر درتو. كيمكن هذاك السيد اللي باع لك انت يمكن له يبيع لواحد اخر يلا طيب هو قاعد من بعد عامين ولا من بعد 3 سنين يلا طيب او هذاك السيد اللي باع لك مات وجا ولادو باعوا لواحد اخرين باعوا لواحد اخر ما ساقوا الخبر كاع انت باعوا لك باهم باع لك وكيجي ذاك اللي شرا من موراك بثلاث سنين او بست شهور او بعام وتمشي يحفظ وكتجي انت ديك الساعه تبكي كتقول انا الاول شريت واش هذا قانون؟ اياه شريف القانون هو هذا واضح راه الا مشى حفظ راه هو اللي كيملك وانت كيبقى لك فقط المطالبه بالتعويض ديال المبلغ اللي خسرتي. شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق بقاو معنا مشاهدينا نمروا اللحظه العفو الله ودير نعتذر لك المعلومه جد مهمه حيت بقاو في المدينيين بزاف بقاو معنا غادي نمروا اللحظه لعند الضيفه ديالنا لالا ياسمينة الجيري. كيف ما وعدناكم اليوم حاضرة معنا لالا ياسمينة الجيري أخصائية في النوم وفي راحة النوم. اليوم غادي نتكلموا على كل ما هو غرفة النوم وكذلك الوسادة والمطلة كل ما يمكن أن يجعل من نومنا مريحا وطيبا. مرحبا بك لالا ياسمينة، شكرا لك على الحضور ديالك. شكرا على العزومة. ميرسي. الله يبارك فيك. قدمي لنا نفسك ياسمينة الجيري، أخصائية في كل ما هو خاص بغرف النوم ياك، ولكن شنو يعني بالتدقيق؟ بالتدقيق انا كان جدي في الاول هو اللي كان كيدير هذا الشيء. اها. ومن بعد منين مات الله يرحمه الوالد والعائله ما ما ما, ما داروش، انا جبت جينيراسيون نقزات نقزات لا جينيراسيون وجات لنا حنا اللي طورنا بشحال من حاجه وحلينا في كازا بلانكا. يعني باش بديت ب 13 متر كاري وغادي وكنطور يعني بحانوت صغيور حانوت صغيور فيه 13 مترو وبدينا وطورت يعني المشروع حتى وليت كنصنع. يعني دابا بنيت اكبر مصنع هنا في المغرب اللي كيوصع المخاد والكويت لي سور ماتلا اون دوفي ميكرو فيبر. واو واو ما شاء الله. سيده وراء المعمل الله يخليكم تبارك الله عليك. اول سؤال اللي تيتبادر في ذهني، واش ممكن نلقاو في البيوت ديالنا حنايا هذيك غرفه النوم اللي كنا تنحلموا بها ديال لي زوتيل؟ ممكن تكون عندنا في الجود ديالنا كلشي نعس مزيان في فراشو كساسوا بودجي صغير ولا مويان ولا كبير. البودجي وجوستومون حيت حنا بالنسبه لنا باش يكون عندنا غرفه نوم مريحه بهذيك الماتلا ديالها وسيغ ماتلا، انا بالنسبه لي سي اليتيس يعني غير الناس اللي عندهم فلوس بزاف هما اللي يقدروا. لا با دي تو بالنسبه يعني بور تو لي بودجي كلشي كاين بور تو لي بودجي
زعما اللي بغى يشري يعني عندنا الفراش اللي يعني كيتبدا من 2000 حتى الزائد، يعني اللي بغى شي حاجه راه كاينه. وتضمني دائما الراحه في النوم ودائما تضمني هذيك ال كنضمنها حتى نجرب انا كنجرب قبل ما شي حاجه نبيع خصني نجرب وندير التيست واخا نديرو حتى في الولاد في الوليدات. قلتي لي بانك تتعاملي كذلك مع الفنادق، هذه اولى من نوعها يمكن في المغرب، لان حنا تنسمعوا دائما الفنادق تيجيبوا من على برا. اكزاكتوم، هذا هو المشكل الوحيد دابا اللي كيتطرح علينا، لان دابا حنا في المصنع ديالنا الحمد لله تبارك الله كنصنعوا حاجات اللي حسن كاع من اوروبا، يعني جي في بوكو دو سالون ومشينا وشفنا وجربت وحليت وشريت وجبت، يعني دابا كنصنع ما يمكن نقدر نقولوا حسن، يعني ما كنبغيش هذا، ولكن يا دو كوا اتر فيير دو ميد ان موروكو، لانه يعني دابا معنا علاش نغيروا على واحد اخر، عندنا المؤهلات، عندنا الكفاءات، عندنا لا ماتيير، عندنا المواد الاساسيه، يعني تتقدمي منتوج يضاهي الجوده ديال المنتوجات اللي تنجبوهم على برا واللي تيكونوا غلا، خصوصا دابا هاد الفنادق يعني المعروفين البراند ديالهم كيبغيو يشريو من عندنا حنا، تيقول لك حقا خصنا نشريو حنا من ليترونجي، عندنا ريفيرونس، عندنا هادي، الوغ كو اون لي ميم ريفيرونس غير في المغرب غير في الدار البيضاء، وعندنا نفس الكاليتي ونفس الشيء ولا رابيديتي وكل شيء. كيف قلت لي قبيله في الكواليس غير في الدوره، يعني حتى بالنسبه للبيئه ما كاينش هذاك لومبرينت دو كربون اللي تيتكلم عليها الدكتور فؤاد الزهراني، يعني ما كاينش وسائل النقل باش تجيبها. لا وخصوصا كلها مزايا، كلها مزايا، خصوصا هذا الشيء سي تري فوليمينو، يعني فيه الفوليوم كيجي كبير، يعني كيشد لاسباس بزاف، يعني يمكن يخدم معك فندق كل نهار يعيط لك بغيت 100 200 300 حنا موجودين، فهمتي؟ ماشي بحال الواحد خصو يجيب ويقدر يجيب داكشي ماشي هو وما صدق ليش ولا هذا كيفاش يرد. واخا حنا نرجعوا يعني المواطن المغربي، يعني الناس خاص واحد بذاته باغي يتهلا في راسه، شنو هما المعايير ديال اختيار الماتلا والسيغ ماتلا والخدادي؟ انا بعدا لي سيغ ماتلا بالنسبه لي شي حويجات غاليين بزاف، اليوم جبتيها لنا نقدروا نشوفوها مع فاكتور منا. دونك الماتلا ها هو دا قلتي لي اونتري دو غام، نقدروا نكتفيو بماتلا اللي ماشي جوده عاليه. واخا شي ماتلا يكون عندك غير قديم وبدا يعيا شويه وديري له ان سور ماتلا بحال جبتي ماتلا جديده. دونك فاش نقولوا سور ماتلا هو هذا اللي هنا، هو هذا باش عامر هذا دابا، هذا مع الميكروفيبر. خليك تما انا غادي نشوف هنا. هذا عامر بالميكروفيبر. اكزاكت. هذه السحابه. هذه السحابه. صنع مغربي. صنع مغربي، وممكننا نديروا العلول اللي بغينا والعرض اللي بغينا والنفخ اللي بغينا واللوين بيان سور تنهضر على هذا اللوين هذا اللي بغينا. واو. سحابه فعلا سحابه. كاين حاجه واحده اخرى، كاينين الكويت. اكزاكتومون. الكويت هما استاذ معتوق قبيله تيقول لي علاش يخسروا الكويت مع الوقت؟ تقدري تجاوبينا على هذا السؤال؟ جوستومون كاين شي ناس اللي كيسبنوهم في ديورهم اي سي با بيان، ما خاصهمش يسبنوهم ولا شي بريسينغ، خاصك شي حاجه سبيسياليزي، لان عندهم تصبينتهم سبيسيال، كيضربوا بواحد الكويره لداخل كيتعبروا قبل مي كتصبنيهم، كدير لهم واحد لابال تري سبيسيال، ومن بعد كتبغي تغادي ينشفوا كتعاود ترجعي لهم لو بوا ديالهم واش نلبسوا مزيان. هكذا تري امبورتون. المعيار هو الثقل، هو الوزن، هو الثقل ديبار. واخا دونك هذا توا صنع في المغرب، كلشي اللي كتشوف باش عامر توا بالميكروفيب. اليوم ما تديريش غير الميكروفيب، لا كديري حتى الريش. الريش نعم. ريش نعم. يا سلام. طبعا ريش العام تيبقى اغلى في الثمن بيان سور، على حسب، ولكن حتى الجوده مضمونه مع لي ميكروفيب. ديجا الميكروفيب اللي تري بيان كي تيسخن انتي اليرجيك. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه، الدراري، الاطفال، العمى بزاف، وتا اللي كيبغي يحس بشي حاجه شويه ثقيله، حيت حنا هنا المغاربه مولفين ببطيطنيات، دابا خصنا نبدلوا لهم الفكره باش لان البطانيه ما كتسخنش بحال الكويت. واعطيني الفرق ما بين البطانيه اللي عزيزه علينا اللي تتثقلنا وتتسخننا ولاكويت، شنو المزايا ديال لاكويت بالنسبه للبطانيه؟ لاكويت انا كتجيني خفيفه، حتى في المنظر ديالها كتجي منفوخه. كتجي عاطيه في المنظر و سي بلو سوليد و كدور بلو لونطون، يعني يعني عندها تدور اكثر من هذيك البطانيه ديال النمر زعما. واحد هذيك البطانيه دبر واحد الوقت عرفتي راه تعيا مسكينه كتدور في الدار كلها. واخا قلتي لي كاينه ولكن كاينه لاكويت ديال الصيف وديال الشتاء. اكزاكتومون. شنو الفرق بيناتهم؟ دابا الشتاء هي الصيف، ديال الصيف كتكون بحال الوريقه رقيقه خفيفه هكا ياك،
وكتكون يلا كتحسي بداك البرد الصغير كتغطيها عليك كتجيك زوينه، لان اون جينيرال الصيف ما كنديروش لاكويت لا بطانيه، مي هذه كتصلح بزاف بحال ان تيكوفر لي وصافي، مي تري زاغريابل تري زاغريابل. دونك بالنسبه ليك انت باش نضمنوا الجوده والراحه ديال النوم بحال ديال الفنادق خاص ولا بدا يكون السحابه، هذاك مهم، هذاك مهم السحابه، تنسمع السحابه خاصنا لاكويت حتى هي ديال الصيف ولا ديال الشتاء. اجيو نشوفوا دابا هاد البانوبلي اللي جبتي ديال الخدادي، هادي غير اون بوتيت اون تري بوتيت، شحال كيكون في ناموسي من الخديه؟ انا على الاقل خمسه يعني جوج كبار وحده في الوسط. ابخي الا بغيتي تزيد تفنن كلك بحال لوطيلات نديرو سته، فهمتي؟ ولكن خاص لو ليس هو يكون تيساع، لا لا كيجي من بعد حيت حنا في الليل غنعسو غنحيدو ديك الكبيره وكنتكا على دوك الجوج. واضح واضح. واخا شنو المزايا ديال هاد الخديات هادو؟ الوغ هاد واو دابا الخديه سي تري بيرسونيل، كل واحد كيبغي ينعس على خديه، اللي كيبغي راسو عالي، اللي كيبغي راسو هابط، اللي كيبغي ينعس على جوج مخدات. دونك حنا حاولنا نديرو دو ريبوندغ الادوار كامله والزيزيجونس كامله. بحال دابا هادي اللي كيبغي راسو شويه عالي درنا فيها 2 سنتيمتر، وعندي وحده اخرى فيها 5 سنتيمتر، بحال قلتي 2 زوغيي، يعني كاع المتطلبات كاينين في السوق المغربيه ومصنوعه بايادي مغربيه وبمنتوجات مغربيه، ما كاين لاش نمشيو نتقداهم من على برا نهائيا. دابا ديك الفكره ديال نمشيو للخارج ونجيو متقلين بالكويت وبليزور وبلي كل شيء عندنا. واخا دابا هما عندنا الخدادي وعندنا ليكوات وعندنا لي تو سكي لانج دو ميزون، واش تصنعيه حتى هو ولا لا؟ لو لانج بلا كان امبورتيو وكنخيطو حيت ما عندنا، في انتظار انك ديري لنا معمل وحده اخرى ان شاء الله باذن الله ياسين الجوري باش نديرو اكتفاء ذاتي ديالنا. علاش لا نرجعو البلاتو ديالنا، وانا اللي تهمني في الامر من غير المنتوج اللي ما شاء الله الجوده ديالو تتهضر عليه، بغيت جو مانتيريس للمقاوله، السيده المقاوله، يعني فرضتي نفسك في واحد المجال قلتي مصنع الوحيد اللي كاين في المغرب اللي تينتج هذا الشيء. الميكرو فيبر دوفي حنا. شكون اللي ساعدك وكيفاش جاتك الفكره وشنو هو المسار ديالك كسيده كياسمين الديوري اللي وصلتي ما شاء الله لهذا النجاح وتتعاملي مع شركات كبرى في المغرب وخارج المغرب؟ كفاح يعني اون مير دو فامي كافحه زعما ياك. والدراسه ديالك كانت في نفس النطاق ولا ما عندها علاقه؟ ما عندها علاقه ياك. نو دو تو باسكو تجوج صغيره بزاف دونك جي با اي لو تو نكمل. اها دونك سي بور سا. ما عندي ما شنو هي الرساله اللي تقدري تقولي لكل السيدات اللي تيشوفوا هنا اليوم المغربيات باش يوصلوا حتى هما لربما النجاح اللي وصلت ليه ياسمينة الديوري في المجال ديالها؟ انا جدي في الحياه الواحد خصو يتقاتل ويتحارب زعما سي لا في، وخاص نختاروا لو سيكتور ديالنا بذكاء. يفو ايمي سورتو يفو ايمي، خاصنا نحبوا لا داكشي اللي غادي نمشيو ليه. الا بغيتيه ان شاء الله. كان عندك ورث ديال الجدود ديالك ومن غيرها تتحبي هذا الميدان، هذاك الشيء اللي شطيتي ليه. وكل نهار كنحاول نديروا حاجه جديده وباش بور ساتيسفير يعني لو كليون، ودائما كنتقاتلوا ودائما كنديروا شي حاجه جديده، ويعني كنحاولوا نديروا كل شيء باش لقاو حنا الناس الدعم اللي يرجع لنا زعما لو روتور دو كومون جو دو ساتيسفاكسيون. دو ساتيسفاكسيون. ودائما صنع في المغرب، دائما صنع سي لا فيغتي. تبارك الله عليك، حنا فخورين بك لالا ياسمين الديوري، في انتظار انك تلتحق بينا مره واحده اخرى ان شاء الله. بلاطو صباحيه دوزام، تنشكرك لانك قمتي بدمقرطه النوم الهني على كل المجتمع فئات المجتمع ديالنا. بقاو معنا مشاهدينا اللحظه الا سمحتي لالا ياسمين، غادي نمروا عند الدكتوره لبنى بوحولي فقره بنو. والرهاب او الفوبيا هي خوف شديد ما عندوش واحد سبب منطقي او لا سبب مباشر تسبب في ذعر وفزع الشخص. بغينا نتعرفوا عليه هذا الخوف الشديد الغير منطقي اللي هو الفوبيا او تنسيوها كذلك الرهاب. بغينا نعرفوا علاش يجي الناس وما تيجيش ناس واحد اخرين، وعلاش تيتسبب لنا في هذا الخوف الشديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. فأمراض الفوبيا أو الأمراض الرهابية هي من الأمراض التوترية اللي احنا في إطار المحور اللي تنتكلموا عليه الثلاث الأسابيع هذه. فمن الأمراض هي كثيرة بزاف،
وبزاف الناس يسحب لهم راه غير شي حاجه تتجي عند ناس اخرين اولا كنسمعوها مثلا كتسمع هذا المصطلح ديال فوبيا اولا رهاب ادهى من ذلك كاين اللي تيسحب لي راه غير تيديروها بالعاني اولا تيديرها بالعاني الا شفتي مثلا بعض الناس كي يتفاداو انهم يمشيو لشي بلايص تقول وخلاص هذا غير زيد فيه اولا تيتفادى انه يطلع في المصاعد مثلا اولا في بعض وسائل النقل العموميه فتيقول لك لا هذا علاش كيدير هكا هي مرض اللي هو في الاصل ديالو مبني على حالة خوف غير منطقي هي حالة الخوف أو القلق بصفة عامة حالة فيزيولوجية والحمد لله اللي كاينة عندنا لأن هي اللي كتمكننا أننا نقدو نفسنا من مواقف اللي هي فيها خطر إنما عند بعض الناس وماشي ماشي قلال كثر للأسف كثيره هذا المرض كثير لأن كاين بزاف الأنواع ديال الرهاب ومن بعد إن شاء الله نقدروا نتكلموا عليهم كيقدر في موقف معين في حالة معينة نتيجة لظروف محيطية اجتماعية ظروف بيولوجية ظروف نفسية وهنا سردت ثلاثة ديال الأسباب أو العوامل اللي تتكون في من وراء هذا المرض هذا ديال الفوبيا إذن نتيجة هذه المجموعة ديال العوامل وفي موقف معين تقدر يبان هذا المرض كيطلع هذيك الحالة ديال الخوف اللي هو غير منطقي على شكل ماذا؟ على شكل اللي شفنا في الأسبوع اللي فات نوبة هلع. هلع ولكن هذيك النوبة هلع ما تجيش في ظرف يعني أي ظرف كتبان في واحد ظرف معين اللي الدماغ يسجل هذاك الظرف تيقول أنا جاتني ديك الحالة ديال الخوف اللي هو غير طبيعي فجاتني جاتني في هذه الظروف المعينة هذه مثلا ملي كنت طالع في القطار مثلا ملي كنت في الترام مثلا ملي كنت في المصعد أو لا ملي كنت قدام حيوان أو لا قدام حشرة أو في شي حالة معينة وتنذكر بأن نوبات الهلع تقدر تأدي إلى بقت مستمرة وما عرفناش وما عرفناهاش كيفاش نتعامل معها وما داوناهاش انها تطور الى اضطراب الهلع نعم. من بعد اضطراب الهلع واش ممكن تجينا الفوبيا هذا هو من الاخطار الكثيره ديال نوبات الهلع هذا هو التسلسل المنطقي المرضي المنطقي للاسف اللي ما خصناش نوصلوا ليه داخل في منطق المرض اللي ما خصناش نوصلوا ليه ولكن للاسف تتوصل ليه بسرعه وبواحد الشكل اللي هو كثير بزاف اشنو تيخليه يولي حالة رهاب أو فوبيا نقطة معينة اللي كتخليه يوصل لحالة رهاب أو فوبيا أن الشخص تيولي تتفادى أنه يمشي لهذاك الموقف المعين أو يتعرض فشنو تيدير مثلا أنا ما قادرش خايف لتجيني ديك الحالة النفسية ديك الحالة ديال الرعب تجيني مثلا في هذيك الوسيلة ديال النقل فما غنبقاش نمشي أنا في ديك وسيلة النقل خايف نطلع لاسانسور وتجيني غنولي نطلع الشريطاج على رجليا او لا ما نبقاش نخرج من الدار ديالي ونسد على راسي ما يسمى ب لا زون دو كونفور كنسد على راسي ديك منطقه الامان اللي تيظن الدماغ بانها امان وتنقوقع نفسي في واحد الفضاء اللي هو ضيق امين تنفهموا معاك اذا ومنك بان خاصنا نواجهوا هاد الفوبيا في الاول ديالها خاصنا نواجهوها نحاربوها ما خصناش نستسلموا في احسن الاحوال هادشي اللي خصو يدار ولكن للاسف وما نلوموش الناس هنا نرجع للعوامل لانه ما كاينش غير واحد زائد واحد يساوي جوج فقط راه هذا هو المنطق ملي نتعرض لحاله مثلا خوف غير طبيعي في موقف ما راه سهله بالفم اننا نقولوها ولكن راه ما سهلاش عند الناس اللي تتوقع لهم اذا شنو تيطرا هذاك الشخص راه ماشي غير تتخبط وتجي هذيك الحاله في هذاك الظرف وتدخل راسه في واحد الدوامه مفرغه ديال التفادي راه تيكونوا ظروف معينه اللي هي اللي كما قلنا دابا شويه ظروف نفسيه بنيويه عند الشخص اللي كابر بها وظروف محيطيه ضغط نفسي تعرضت له مثلا في فترات زمنيه معينه هذا العام كان عند هذا الشخص مثلا ظروف في العمل ديالو اللي هي مضغوطه اولا ظروف في العلاقه الزوجيه اولا بزاف الحوايج في دقه واحده ملي كيتجمعوا عند الشخص ملي تيكون ضغط نفسي كيحط واحد الارضيه متوتره تتخلينا نقدروا نتعرضوا لها واش هاد السيد ولا هاد السيده هادي اللي تعرضت لهاد الظروف هادي واش ضروري يكون تجيه نوبه الهلع باش يطور فوبيا ولا اللي تجي فوبيا ماشي ضروري تكون داز من مرحله نوبه الهلع
باش نزيد نوضح هي الفوبيا ناتجه على نوبه هلع في موقف معين. اذا دخل فيها نوبه هلع. صافي هاد نوبه هلع جاتني في هذا الموقف او قدام هذا الشيء بحال اللي كبرتها ربيتها بهذوك نوبات الهلع. ربيتها هي الوحده. راه تذكري معايا فاش قلت لك نتكلموا على نوبه الهلع هي الاولى، حيت هي الوحده ديال جميع الامراض التوتريه، والامراض التوتريه داخله فيها الرهاب، داخل فيها عده امراض اللي حنا غادي نطرقوا لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم وحده بوحده من الاسابيع المقبله ان شاء الله. تكلمت على الرهاب لانه كثير ولانه تتبنى مباشره من بعد الى ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع نوبات الهلع. وكيقدر يسجلوا الانسان على شكل انني هذا الموقف وسائل نقل او مثلا الكروستروفوبي ملي كيكون مثلا سد عليا في شي الاماكن المغلقه او لبعض الناس مثلا غير الزحام لو بال دو فول تاهو مثلا المتاجر على برا، كاين بعض الناس تقول لك انا ما نقدرش نخرج على برا كتجيني الدوخه، حيت ندخل تجيني الدوخه. كاين اللي عنده فوبيا الماء، فوبيا كثار، كاين انواع جد مختلفه. حنا كنتقسموها بصفه عامه الفوبيات ديال الاشياء والفوبيا رهاب الاشياء ورهاب المواقف. الاشياء كتدخل فيها حتى الحيوانات والحشرات، القطط مثلا هي كثيره. كاين الناس عندهم فوبيا ديال القطط كثيره بزاف. واش هذوك الناس اللي تنسميو حنا تيخافوا من القطط واش عندهم فوبيا؟ لا، هي الخوف يقدر يكون طبيعي ولكن اذا دخل فيه، وهنا نرجع للمعنى اللي قلت قبيله، دخل فيه التفادي لدرجه انني كنولي نخاف منه غير ماشي بشكل مباشر فقط، مجرد ان يسمع كلمه قطه او لا يتخيل قطه خلاص يعني شافها من بعيد غادي خلاص الا شافها ماشي يبدل الطريق ما يبقاش يخرج. كاين بعض الناس اللي عندهم الرهاب ديال الكلاب مثلا كيقول لك انا الزنقه فيها الكلاب اذا ما نخرجش من الدار، وكيقدر يوصل لحالات اللي هي صعيبه بزاف لان الشخص ما كيبقاش. الحل دكتوره شنو هو؟ لان هادشي صعيب بزاف وخليناه تفاقم. حنا خصنا نفهموه اولا، حنا علاش نتكلموا في اطار يعني الاعلام وتنتكلموا على مفاهيم مرضيه، مفاهيم اللي تقدر توصل للناس غير في يعني الا مشى عند طبيب ولا هذه، لا بغينا نوصلوا المعنى للناس. راه هذه امور تكون في الاول بسيطه وراه تقدر تصيب اي واحد، ونقدروا نتجاوزوها بطرق وسائل بسيطه كذلك. انها كاين مرض يقدر يتطور على حساب هذا الاصل ديالو اللي هو نوبه هلع في موقف او في حاله معينه. الا دخلت راسي في حاله تفادي غادي نرجعوا فوبيا او لا مرض اللي هو كيرجعني حاله الاكتئاب، كيرجعني في حاله مشاكل اجتماعيه. دكتور غادي نرجع لهذاك التفادي، لان في المجتمع ديالنا التفادي كيكون على شكل ماذا؟ حشومه، ما رضيتش نقولها، لا هذا راه جاني شي حاجه ما فهماش دونك يسحبوني من السطي. دونك هادشي كلشي خاصنا نتجاوزوه ونعرفوا بان كيف ما قلنا المره اللي فاتت يقدر يوقع لاي واحد. باش نتجاوزوا خصنا نفهموه، من بعد غادي نقدروا نتكلموا، لانه العلاجات بصفه عامه غادي ندوز عليها بسرعه لان خصني نختم تنظن على حسب الوقت. العلاجات بصفه عامه الا فهمنا التفادي لابد وصلنا لحاله الفوبيا راه لابد مساعده طبيه. يعني لابد شنو كتبنى علاش؟ كنرجع للاسباب، المستويات البيولوجيه النفسيه والمحيطيه. النفسيه كنبدا نواجه ولكن ماشي عبثا، لان ما يمكنش مثلا واحد عنده فوبيا ديال القطط تقبط وتلوح له قطه على وجهه، ما يمكنش. لا غادي كاينه الطرق وكاينه وسائل اللي كيديروها اختصاصيين اكيد، وكاين وسائل دوائيه اللي كتساعد على استقرار النقل العصبي ديال السيروتونين اللي تكون فيه خلل على فكره فاش تيكون هذا المشكل ديال التوتر. هذا المشكل حتى فيزيولوجي كذلك بيولوجي. وكاين المستوى المحيطي يعني استقرار العمل او الاشتغال على انني نكون في حاله مستقره اجتماعيا. هادشي بصفه عامه حاول تختصروا، ولكن من بعد ان شاء الله نشوفوها فوبيا بفوبيا، فوبيا اجتماعيه، فوبيا اللي اكثر شيء عند شنو اللي تتجي عندك فوبيا اجتماعيه يعني الفوبيا السوسيال هي كتكون عند الشباب اللي ما تيقدروش يخرجوا ما تيقدروش يتكلموا قدام الناس، كيجيهم حاله ارتباك تيبداو يرتعشوا. ولكن هذه نسبيا نسبيا تتكون عند كاع الشباب في واحد تماما السن. هي الفوبيا انت تتولي فوبيا. على فكره الرهاب كله في سن صغير تقدر يكون بشكل فيزيولوجي عادي عاده تيحيد، ولكن ملي كيوصل واحد السن معين وما تحيدش بل تفاقم، هنا خصنا نقص الخطر. واضح. شكرا لك دكتوره لبنى بوحاولي، نتلاقاو معك في فقره اخرى من بيني وبينك الاسبوع الجاي ان شاء الله. لحظه نمشي ونختموا حلقه اليوم على ليلى حجيوي فقره الموضه.
وطبعا احتفالات راس السنه فاش نتكلموا عليها تنتكلموا على الهدايا، والهدايا بالنسبه للنساء تتبقى احسن حاجه هي المجوهرات. سلام سميره. ليلى ما شاء الله عليك ليلى، اسمحي لي قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم انني نهنئك على الابداع ديالك وعلى الاجتهاد ديالك وعلى الخدمه ديالك اللي بينتيها جاليه في واحد التظاهره راقيه جدا. هنيئا لك. شكرا لك سميره. لنا بك. شكرا لك سميره. شكرا. نرجعوا لي ديما. اليوم غادي نهضروا مع ليكسبير لميا بالمليح ديال لي ديامون دو لابوراتوار. هي اول وحده كنا جبناها في بلاطو صباحيه دوزيام باش تهضر لينا على لي ديامون دو لابوراتوار اللي هما سي دي فري ديامون، غير هما موان شير. دونك اليوم غادي نهضروا على لا نوفيل كوليكسيون ديالتك لميا، لان هاد لي ديامون كيستيو كاع السيدات، وكيف قال سميره هذا هو لوكازيون باش نقدروا اون بو اوفرير دي ريفيير، نقدروا يعني اللي عنده العيد ميلاد ديالو كاين شي مناسبه نقول لك سميره بان سي دي بري امباتابل ياك لميا. Alors quand je vous dis des prix imbattables, c'est-à-dire que par exemple le solitaire à Samira, les barini djoujou, les jeunes les barini djoujou, un solitaire bhal hada li tanchoufou, يعني كيكون الثمن ديالو ولا 3 4 5 3 المرات 3 المرات نقدر نقول لك سينون بلوس اكثر من 3 المرات وتيبقى ديامون تيبقى الماس سي ديامون بيان سي avec les mêmes caractéristiques avec les mêmes composants que le diamant de mine exactement sauf qu'il est fait dans un laboratoire. Il est aussi solide. Alors, on a droit aussi à... Il ne se casse pas, il se raye pas. On a droit à la qualité du diamant qui est utilisé. Le diamant de laboratoire. On a droit à la qualité avec le F, le E. Exactement, il y a plusieurs couleurs. Voilà, c'est le diamant fait l'Elwen. Ou moi, qui est utilisé la qualité. On a la couleur D parce que c'est une très belle couleur. اللي كتبري سورتو كتبري دي دائما كتبري انا كنخدم بالدي ال مو بلي باسكو لو اف دابور قليل بزاف و اون بليس كيعطي واحد لي نيونس بلوتي ما تيعجبونيش. هضرنا على لي سوليتير هو الخاتم، وكنقدروا نهضروا حتى على لي بوش ترو، هما هادو اللي تيكونوا في 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 ما شاء الله كلك تترتي كلي تنرتي كي جيتك جامع ما شاء الله. اي اون بليس دو سا كيف قلت لك سميره زعما نقدروا افيك لو بري ديال واحد اللي هو ديامون بروت نقدروا نشريو ثلاثه ديال لي 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 وتنحافظوا على البيئه الله يجزيكم. اكزاكتومون سورتو سا سميره سورتو سا كنحافظوا على البيئه، لان كيف ما كتعرفوا بان لي فري ديامون كنمشيو كنقلبوا عليهم في لي مين وكن كنستهلكوا بزاف ديال المواد الاساسيه راك عارفين. الوغ كو ان ديامون لابوراتوار كيتصوب في لابوراتوار اي عنده نفس لا كاليتي ديال لي ميم كومبوزون. شوف سميره هذه واش بغيتي عندنا لاله بالمليح دائما تجي عندنا تبارك الله باشياء جميله جدا. انا بغيت نسولك حتى على لي موديل بحال دابا اللي لابسه العريضه ديالنا فاطمه زهراء غزاله ما شاء الله، واش لي موديل انت اللي تختارعيهم هنا تتخرج يعني الحرفه ديالك ديال التصميم؟ اكزاكتومون سي مون غو وكنصوب على حسب الذوق ديالي لا فيريتي. وهي الي كرياتريس. الوغ للاشاره سميره للمشاهدين صباحيه دوزيام لميا بالمليح كدير لي بيجو، بدات في لي بيجو ديال الذهب تراديسيونيل يعني اللي هما بلديين مي مشلين في الذهب ونالوا اعجاب كبير للناس كاملين، لان اخترعتي من بعد بزاف لي شوكور المضمات لي بيجو بلديين اي سي تي لي بري سي على بورتي دو تو الموند لي بري على بورتي دو تو الموند اي دابا درتي عاوتاني طورتي ودرتي عاوتاني دو تخوك وانت تنتي عندك لو بوان فور ديالك هو لي بيرل دو كولتور. كل ما هو احجار انا اموروز دي بيرل اي دونك هنا سكي ناتورال. هنا اليوم جات لينا ان سبيسيال ديامون ان سبيسيال ديامون لابوراتوار كما تنشوفوا هنا. ما كاينش العذر عند الرجال هاد راس العام هذا ياك، ما كاينش العذر عند الرجال. لا لو بخي كاين والدقه كاينه والتقنيه كاينه ولا كاليتي كاينه والفن كاين ما شاء الله. الوغ هنا سي ان سوطوار هذا ياك لاله لميا. Oui, c'est un sautoir. Un sautoir en diamant. Oui, wow. Un diamant. Le bracelet aussi. Ou les chutes. Et les chutes, bien sûr. Inch'Allah. Les chutes restent indémodables. C'est vrai que les pelles de collier, les anolabs, c'est un qui prend indémodable. Indémodable. Les qui prend une robe de soirée, qui se met à la fête. Qui est-ce qui est-ce avec un chien. Exactement.
الوغ هنايا هنا غنلقاو داك لو كوتي بيرل ديالك. وي دي تيركواز. انت كتحماقي على داك لي كولور. عرفتينا باش تعجبني لالا بالمليح ماشي غير تاجره في الذهب ولا في الالماس، هي كذلك ذواقه ومصممه فتختار اشياء اللي ما كاينينش في السوق، اشياء لا في السوق الخارجيه لا في السوق الداخليه. تنهني فيك لام كرياتريس ديالك. يلا شفت البارح فاش كنت عندها لافي ان شوكر سميره مي ان نوفو ما جبتوش واحد بلدي حنا في الرومي دابا والمره الجايه جبنا البلدي ان شاء الله. لا كري ان شوكر جديد اللي عمري ما شفتو مي هكا جوغ واحد ثلاثه ديال البلوطات كبار مي تما نجيبهم لك المره الجايه سميره. خاصك تجيبهم لنا ان شاء الله. الوغ هنا كنشوفوا عاوتاني حتى لي بيير دو كولتور ناس سي دو موف. Oui, exactement. Des améthystes. Des améthystes, c'est des semi-précieuses. Elles sont très belles. ما شاء الله عليك. يعني اليوم تنقدموا الافاده في صباحيه دوزيام، لكن تنقدموا كذلك لو غيف اللي ما شريتش بزاف ويعرف شنو اللي كاين، يعرف شنو كاين، ونفتخروا بالصنع المغربي ديالنا وبالذوق المغربي ديال السيدات المغربيات. سورتو سميره كاين لافونتاج اللي عندنا مع لالا لمياء، سي كو نقدر مثلا شي موديل يعجبني وبغيت بحالو تقدر هي تصوبو لك. هذا سي ان افونتاج اكيد. ايفيكتيفمون جو ترافاي بوكو سور كوموند. فوالا ترافاي سور كوموند ستادير كو اللي تشهيتها ميم ان ديادام اون ديامون تقدر ديرو لك. ما شاء الله عليك. هادشي كله كاين في الدار البيضاء في المغرب. هو خصنا في الحقيقه نبدا نشجعوا غير المنتوج المغربي. سميره تبارك الله عندنا كل شيء. هذا هو تبارك الله عندنا الصانع المغربي تبارك الله تيبدع. حريفيه تيبدع. تيبدع. هنا تنشوفوا لو براسلي كي فا افيك لي بوكل دوغي وكيرتي وسميره زعما سي با دو زعما انت شوف هنا غير في الاستوديو كيفاش كيبان لايسك فاش كتشدهم في يديك البري دونك فوالا هذه هي الحلقه. الله نسات مدام بالمليح نسات هذاك البيستولي لي تيستور مي جو بو فوز اسيوري كو عندها دي ديامون فري اون لا اون لا كرو سور سور بارول افيك افيك لا مانيير جو فون توجور مي ارتيكل افيك لو سيرتيفيكات. شنو هذاك لو سيرتيفيك سميتو جي هي ديال لابوراتوار جي هي. فوالا فوالا ختامهم سي تري بو سي ان ستيل عاوتاني حتى هو. نذكر بان لالا بالمليح عندك المعمل ديالك عندك الصنايعيه ديالك اللي يعني المجوهرات من الف الى ياء تتكلفي بهم. الله يعطيك الصحه وشكرا ليك. واللي تلف في الكادو راه هي كاينه مدام بالمليح. الوغ بور اون اوتر انفورماسيون هاد لو ديامون دو لابوراتوار فيه توت لي تاي فيه حتى هو فيه لا ماركيز فيه لا برانسيس فيه ليمرود فيه توت لي تاي possible في جمعوا ونفيستيسيو ان شاء الله. شكرا لك لالا بالمليح على الحضور ديالك وعلى هاد اللوحات الفنيه اللي قدمتي لنا. شكرا للغزاله ديالنا ليلى شكرا لك سميره اللي تتفكر في السيدات ومع قرب حتى في الرجال في الرجال توجور سي ان تري بون بلون كاع ديك الرجال اللي كيشوفونا يقولوا والله الا ليلى عطاتنا ان بون بلون. لمن النساء تنقول تي انا ترافاي بوكو لو ديامون نوار بو لي زون ديامون نوار. خصنا نديرو شي سبيسيال بيجو ام علاش لا ان شاء الله. فكره هذه بهذه الفكره تندعوكم على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله. مشاهدينا غادي تكون معنا الدكتوره ناديه مزيان متوكل فقره امومه واللي هي اختلط الضوء على انواع اللولب فعاليته والمضاعفات ديالو. فقره حنت اليد غادي نخصوها لزيت الزيتون بحضور ضيفنا السيد عبد الكريم الناجي الكل. والمزيد دائما صباحيه دزام. نهاركم مبروك والى اللقاء.